مشاهدينا الاكارم اينما كنتم اسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم جيناكم بموضوع جديد اللي هي غادي نعرفكم على منطقه سياحيه جد جميله بولايه التيه. كنت تعرفوا كاع بلديه واد ليلي. هذه المنطقه نفوت واد ليلي بالك واحد 5 كيلو ولا 4 كيلو لا غادي نتلاقاو مع هذا المنطقه اللي هي شلال قبقاب. غادي نتعرفوا عليه بدون اطاله على الكلام، غادي نشوفوا كيف الصور والله خليكم معنا. إذا يا جماعة منا الطريق منا واد ليلي ونجو داخلين على واد ليلي، هو قريب للطريق يا جماعة، قريب للطريق ماشي بعيد. ها كيما راكم تشوفوا اليوم الشلال يا جماعة كيما نقولوا بالعامية تاعنا ماهوش حامي، الشلال راه كال. اذا يا جماعه رانا نحاولوا باش نوصلوا تحت الشلال. الطريق ماشي كيما نقولوا واعره بزاف، وطريق شابه ومليحه تقدر اي واحد يفوت معها. راه كاين اطفال هنايا، كاين نساء، مرحبا بالجميع. كل يوم وكل منطقه ان شاء الله وكل مره غادي نصوروا معكم منطقه ونعرفوكم على منطقه من مناطق ولايه تيار. هذه المنطقه يا جماعه كما شفتوا راهي منطقه اثريه جميله جدا ومنطقه سياحيه. راني نجي لها الزوار من كل مكان فيها، وكي تكون تحب انه يا جماعه راكم تعرفوا غادي تكون شابه بزاف. اذا نقدر لكم في فيديو جديد على منطقه جديده ان شاء الله في ولايه تيار. بارك الله فيكم.